بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده ماتشات الدوري، الاهلي والاسماعيلي والزمالك والانتاج الحربي، وتعادل طبعا الاسماعيلي والاهلي، وتعادل سلبي 0-0، وخساره نادي الزمالك من الانتاج الحربي 2-1. دايما الزمالك ما بيكملش فرحه جمهور، وكل حاجه ليها اسباب. يعني هقول لكم النهارده اسباب خساره نادي الزمالك من الانتاج الحربي، هنتكلم في كل حاجه. النهارده عندنا حلقة طويلة كده، هنتكلم في كل حاجة بإذن الله، أخبار المحلية وماتشات الدوري، وهنتفرج على الملخصين دلوقتي، ملخص الزمالك والإنتاج الحربي والإسماعيلي والأهلي. هيكون معانا النهاردة في الجزء الأخير ضيوفنا ونجومنا كابتن محمد شوقي من نادي الأهلي، وكابتن أشرف خضر طبعا مدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، ونجم نادي الزمالك السابق الكابتن مدحت عبد الهادي. هنتكلم في كل حاجة، لكن خلينا نبدأ النهاردة ونشوف إيه اللي حصل في بطولة الدوري الممتاز، خسارة الزمالك من الإنتاج الحربي وتعادل الاسماعيلي مع النادي الاهلي. نبدا مباراه الزمالك والانتاج الحربي اللي هي لسه خلصانه من حوالي ساعه، ونقول ايه اللي حصل، ايه اللي حصل للزمالك النهارده. بصوا يا جماعه، كره القدم، يعني قبل بس ما مخرجنا محمد ابراهيم يبدا المباراه كده، عايز اتكلم دقيقتين قبل ما نشوف الملخص. كره القدم عادله، يعني دايما هنلاقي في اسباب بتؤدي للفوز وفي اسباب بتؤدي للخساره. في الفوز يبقى الفرقة متمرنة كويس، المدير الفني عامل خطة كويسة، اللعيبة جاهزة مركزة مدية للماتش احترامه. ده اللي حصل في الأهلي والزمالك في السوبر. الأهلي استعد، ممكن يكون استعد كويس، ولكن كان استعداد الزمالك أحسن. وخلي بالكوا دايما الفرق الكبيرة لما بيكون إمكانياتهم قريبة من بعض هتلاقي الماتش متقارب، بس في حاجة بتميز فريق عن التاني، زي ما حصل الزمالك كسب الأهلي في السوبر بضربات الترجيح، وكان جيم كويس والزمالك قفل كويس وقدر يوصل مع النادي الاهلي ضربات ترجيح، وكان اللعيبه متمرنه على ضربات الترجيح، وكابتن محمد حلمي عمل لهم يعني فقره في كل تدريب على ضربات الترجيح. جنش كان حافظ، كان لعيبه الزمالك مركزه اكتر، حتى معسكر الزمالك في الامارات كان فيه تركيز اكتر، ما كانش فيه دوشه، ما فيش اعلام، واخدين فندق كده بمواصفات معينه، اوض اللعيبه بعيد، ما حدش بيخش الفندق، فكان الزمالك في حاله تركيز واصرار، فعشان كده ربنا اداله في السوبر. ليه الزمالك خسر النهارده؟ هتقولوا لي مثلا الانتاج الحربي افضل؟ لا، الانتاج الحربي مش افضل. امكانيات الانتاج الحربي افضل؟ لا، الزمالك امكانياته افضل، ومع احترامي طبعا عنده لعيبه امكانياتها عاليه جدا، اعلى من الانتاج الحربي. الانتاج الحربي النهارده اصراره كان افضل، كابتن شوقي غريب خنق الجيم على الزمالك، قفل كويس جدا ولعب بشكل زون دفاعي مميز جدا، ما بقاش فيه مساحات خالص لنادي الزمالك، قدر يكسب الزمالك بخطأين من الزمالك. ليه الزمالك خسر؟ عشان الزمالك من ساعة ما جه من الإمارات في أفراح ونشوة ولعيبة في الفضائيات لغاية أول امبارح، وفرحة زيادة عن البطولة وخد بطولة، والناس تفرح والزملكاوية يفرحوا، في بيبقى في فرحة يومين وبعدين يقفل عشان تركز. لا، ده ما حصلش. أول امبارح الزمالك لعيبة في الفضائيات سهرانة، الجهاز الفني متواجد في الفضائيات، مفيش تركيز، مفيش اهتمام بماتش الانتاج الحربي. حاسين ان هم كسبانين النادي الاهلي واخدين السوبر، هيكسبوا الانتاج الحربي، هيكسبوا الانتاج الحربي، فعشان كده الكرة ما ادتهمش النهارده. لكن لعيبة الانتاج الحربي بقى قاعدين متحفزين، خلصوا ماتش المصري في الكاس، خسروا من المصري، فقاعدين بقى هدفهم خلاص ان هم يعملوا نتيجة ايجابية قدام الزمالك. امكانيات الزمالك اعلى من الانتاج الحربي؟ اه طبعا امكانيات الزمالك اعلى من انتاج الحربي، ولكن الاصرار والروح والتركيز والطريقه اللي لعب بيها كابتن شوقي غريب، كل الكلام ده كله هنحطه قدامه الناحيه الثانيه. الفرحه بتاعت نادي الزمالك اللي هي المفروض كانت تخلص بعد ماتش السوبر بيوم او يومين، فضلت مستمره لغايه اول امبارح. هنلاعب الانتاج الحربي واحنا كاسبين النادي الاهلي، فهنعدي هنكسب يعني. فهي الكوره كده، ما تديش اهتمام، ما تحترمش الفريق المنافس، تحس ان انت هتكسبه باقل مجهود بتخسر، وده اللي حصل النهارده. يعني الزمالك هو ماسك الجيم طول الماتش، هو المستحوذ، لكن الكره مش عايزه تديله، عشان الزمالك ما احترمش الانتاج الحربي، حس ان هو هيكسب بسهوله. الافراح بتاعت السوبر اكيد فرحه كبيره وكل حاجه، بس كانت زياده عن اللزوم. يعني ايه زياده عن اللزوم؟ مش في شكل الفرحه، ولكن في التوقيت. خلاص انت كسبت السوبر، اتبسطت هناك في الامارات ليله المباراه، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، تيجي بقى اول امبارح ولسه برضه في البرامج ولسه في، مع احترامي طبعا انا برنامج، واتمنى ان لعيبه الزمالك او الاهلي لما ياخد بطوله او اي فرقه تكون متواجده،
ولكن كان لازم الزمالك بقى خلاص بعد السوبر بيومين ثلاثه اقفل ركز، عندك دوري عام، عندك ماتش مع الانتاج الحربي، عندي هدف. ما حصلش الكلام ده، فالزمالك اتغلب النهارده. وكمان ايه يعني الزملكاويه النهارده زعلانين، يعني زعل مضاعف ان الاهلي اتعادل وكانت فرصه للزمالك ان الزمالك يقلل الفارق، فالخساره كانت قاسيه على نادي الزمالك النهارده وسط افراح الزملكاويه بالسوبر المصري. ده من وجهه نظري بعيدا بقى عن الفنيات والكوره والحاجات دي، ده من وجهه نظري اللي خلى الزمالك يخسر النهارده. انا ما بخستش حق الانتاج الحربي، قلت كابتن شاقي غريب عرف يلاعب نادي الزمالك، حافظ الفرقه كويس، قفل الملعب كويس، قدر يستفيد من اخطاء نادي الزمالك، خطا محمود حمدي وخطا جنش، الفاول الهدف الثاني ده خطا جنش، زي ما بندي جنش حقه ونقول اللي هو الحارس المميز وكذا وكذا، لما بيغلط لازم نقول اللي هو غلط. النهارده الهدف الثاني يتحمل خطأه جنش ان الكره متشطف زاويته. خلينا نتفرج على المباراه، انا بس حبيت اقول الكلمتين دول عشان دايما في حاجات بره الكوره هي اللي تخلي الفرقه تكسب او تخسر، مش الكوره بس، مش الفنيات بس، مش شكل اللعيبه في الملعب بس، في حاجات توفيق وعدم توفيق دي بتيجي من الاجتهاد والتركيز والاصرار واحترام المنافس. ده ما حصلش النهارده مع نادي الزمالك. خلينا نشوف المباراه ونشوف الملخص ونشوف ايه اللي حصل النهارده. كابتن محمد حلمي لعب بجنش في حراسه المرمى، قدامه شوقي السعيد ومحمود حمدي، اسامه ابراهيم ناحيه اليمين، احمد فتوح ناحيه الشمال، في نص الملعب محمود عبد العاطي دونجا وابراهيم صلاح، قدامه ثلاثه ستانلي ومحمد ابراهيم ومصطفى فتحي وحسام باول. المباراه بدات بهجوم النادي الزمالك واستحواذ من نادي الزمالك، ولكن كانت الهجمات المرتده خطر للانتاج الحربي. زي ما انتم شايفين الانتاج الحربي كان بيهاجم بثلاثه واربعه في الهجمات المرتده، والثلاثه والاربعه لعيبه كويسه، يعني هنشوف اوميد اوكري، هنشوف وليد حسن، هنشوف صلاح امين، وكان ساعات بيطلع من ناحيه الشمال طارق طه، وساعات من ناحيه اليمين يبقى في زيادات لنادي الانتاج الحربي. فطبعا الانتاج الحربي كان عنده الهجمه المرتده خطر جدا على نادي الزمالك. في طبعا محمد ابو شعيشع كان بيلعب من ناحيه اليمين، وناحيه الشمال طارق طه كباك ليفت، وكان بيلعب بثلاثه مساكين، كابتن شوقي غريب بيلعب بامير عبد الحميد في حراسه المرمى، وبيلعب قدامه محمود فتح الله واحمد سعيد اوكا ولؤي وائل. ناحيه اليمين محمد ابو شعيشع، ناحيه الشمال طارق طه، في نص الملعب سوستا، وقدام ثلاثي هجومي اوميد اوكري وليد حسن وصلاح امين. دي تشكيله نادي الانتاج الحربي النهارده في مباراه الزمالك. طبعا ده خطا من محمود حمدي، الكره دي اتلعبت، نرجع كده ونتفرج تاني مع بعض نشوف الهدف كده، هدف الانتاج الحربي. مبروك طبعا للكابتن شوقي غريب ولعيبه الانتاج الحربي، اجتهدوا النهارده وعملوا جيم كويس جدا، وكانوا يعني في اصرار. بص الكره اتلعبت اهي، محمود حمدي هيرجعها لجنش، جنش رجعها له تاني، هنا بقى لازم محمود حمدي يطلع واحده، لكن هنا كان في ثقه زياده من محمود، اتقطعت ما فيهاش اي حاجه، كره صحيحه واوميد اوكري حطها، وهوج جنش كده عمل اللي هو هيعملها في الزاويه القريبه، وعملها في الزاويه البعيده بشكل كويس جدا، وتقدم نادي الانتاج الحربي على الزمالك 1-0. عملها حلو قوي اوميد اوكري، قطع واهو ما فيهاش اي فاول، قطع الراجل تماما وخد الكوره، وصلاح امين وسع له عشان لو اتزنق اوكري يعملها لصلاح امين. طلع جنش حاول يقفل الزاويه القريبه، عملها في الزاويه البعيده، ما يعني جنش ما يسالش عن الهدف ده تماما، هدف يسال عنه محمود حمدي اللي كان لازم يطلع الكره دي واحده، ما يخاطرش في الحته دي، خصوصا ان هو اخر لعيب في نادي الزمالك في خط دفاع نادي الزمالك. بدات الثقه تيجي لعيبه الانتاج الحربي اللي كانوا مش خايفين النهارده من نادي الزمالك، وكابتن شوقي غريب محفظهم كويس جدا. الزمالك طبعا بدا يتوتر، لعيبه الزمالك توترت، واللي ما كانش عاجبني في الزمالك النهارده كان في استعجال زياده عن اللزوم. يعني دي واحده برده لحسام باولو حطها بشكل كويس جدا في الزاويه البعيده، ولكن امير عبد الحميد بيتالق وبيطلعها، بس خلي بالكوا الكوره مش قويه، يعني حسام باولو حطها ما راحتش جامد، فادت وقت من الزمن ان امير يطلعها بسهوله، لو راحت الكوره دي جامده كانت هتبقى هدف. حصل تغيير في الدقيقه 32، نزل شريف علي حافظ ولعيب كويس جدا ومن اللعيبه الصغيرين، وبعدين اتحسب فاول للانتاج الحربي، وقدر بقى طارق طه برجله الشمال
يحطها في زاوية جنش. دايما الكرة دي الحارس بيبقى وقف لي بس الكرة كده، مخرجنا محمد إبراهيم من الكاميرا البعيدة بس تبقى اللي هي اللي كاشفة الملعب كله. دايما الكرة دي لازم واحد أشول يشوطها، وده اللي حصل. طارق طه هو اللي حصل، هو اللي شاط. ودايما بص، ايوه وقف بقى هنا، بصوا دايما هنا حارس المرمى، يعني في كاميرا تانية برضو جايبه وش جنش. دايما حارس المرمى بيحط في اعتقاده التفكير الاول عنده ان ايوه هي دي. بصوا بقى دايما حارس المرمى قافل الزاويه بحيطه وهو واقف في الزاويه الثانيه زي ما جنش واقف كده، لكن دايما حارس المرمى بيحط في دماغه ان الكره هتتشاط في الزاويه اللي هي فوق الحيطه، اللي هي الحيطه قافلاها. فده اللي حصل النهارده. بصوا طارق طه زي كرة محمد صلاح في غانا، فاكرين هدف محمد صلاح في غانا الفاول؟ هنا طارق طه كان ذكي، هو عارف ان جنش هيروح على الزاوية التانية، فراح حاططها في زاوية جنش. بصوا بقى جنش، تحرك جنش اهو، راح شمال، شمال جنش يعني، عشان هو فاكرها فوق الحيطة، حب يرجع خلاص اتثبت مش هيلحق. كرة كمان قوية ومحطوطة على الأرض، طارق طه عملها يعني نموذج، حاططها حلوة قوي قوي قوي، فخلاص جنش مش هيقدر. هنا جنش لعب على التوقع، توقع ان هو الكوره هتتلعب في الزاويه الثانيه اللي هي زاويه الحيطه، فعشان كده اتحرك. جه بقى يرجع خلاص رجله ثبتت في الارض، عمره ما هيقدر يلحق الكوره، ان الكوره سريعه جدا ومحطوطه في ارتفاع يعني منخفض، يعني حاططها بالظبط هايله بصراحه طارق طه. وده كان الهدف الثاني لفريق الانتاج الحربي. طبعا كان محمد محسن ليله هو اللي بادئ في نص الملعب، ولكن اتغير وخرج ونزل مكانه شريف علي حافظ، اللي النهارده اول مباراه ليه مع الانتاج الحربي رسميه، لكن تالق بصراحه شريف علي حافظ من الولاد الصغيرين المميزين جدا، فيعني لاعب ان شاء الله يتالق مع الانتاج الحربي في الفتره القادمه. الزمالك ضغط بقى مغلوب 2-0، التوتر زاد، احمد ابو الفتوح زاد من ناحيه الشمال حطها وفي المرمى، وامير عبد الحميد لمست ايده وخبط في العارضه، رجعت لحسام باولو حطها في المرمى بدماغه، والهدف ده كان في اخر دقيقتين في الشوط الاول في الدقيقه 43. قلنا خلاص الهدف ده مهم جدا، محمد ابراهيم عملها كويس قوي لاحمد ابو الفتوح اللي اتحرك وخد مكان مميز جدا. على فكره برضو الكره دي مش قويه، لكن امير عبد الحميد ما تعاملش معاها كويس، يعني امير كان ممكن يطلعها ولكن خبطت في ايده وراحت في العارضه، ورجعت لحسام باولو اللي ركنها بهدوء في الزاويه البعيده، وكان هدف الاول نادي الزمالك. وقلنا ان الهدف ده هيفرق مع نادي الزمالك مع بدايه الشوط الثاني، لما تكون خسران 2-0 غير لما تكون خسران 2-1، 2-1 دي تقربك من التعادل، فقلنا هتدي ثقه لنادي الزمالك وتحسسه ان المباراه يعني يقدر الزمالك يرجع. استمر الشوط الاول اللي كان هدف حسام باولو ده في الاخر، محمد ابراهيم واحده لكن بلوك كويس جدا النهارده، كان في تمركز كويس قوي 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 من محمود فتح الله ومن احمد سعيد اوكا من لؤي وائل، الثلاثه كانوا عاملين ستاره جوه ال 18، ستاره دفاعيه لفريق الانتاج الحربي، وكان على يمينهم محمد ابو شعيشع وعلى شمالهم لؤي وائل، قصدي طارق طه باك ليفت. وزي ما قلت لكم الانتاج الحربي كان بيعتمد في الهجمه المرتده على اوميد اوكري، على وليد حسن، على صلاح امين وشريف علي حافظ في الشوط الثاني، يعني لما كان طبعا نزل في الشوط الاول دي برضو بدات في مساحات الزمالك مندفع عايز يتعادل مع بدايه الشوط الثاني. كابتن محمد حلمي ما عملش تغييرات بين الشوطين، وبرضو كابتن شوقي غريب ما عملش تغييرات بين الشوطين. الزمالك كان عنده فرص كتير زي ما انتم شايفين، فرص يعني سهله جدا ما تضيعش، دي واحده من حسام باولو بتاعته جوه ال 18، لكن هنا الفرق بقى لسه حسام باولو طبعا جاي نادي الزمالك لازم يبقى ثقته اعلى من كده. فرص كتير لكن يقظه امير عبد الحميد ودفاع نادي الانتاج الحربي. بصوا دي واحده كمان جنب القائم مباشره، طلعها امير بشكل كويس جدا، وبعدين رجعت اتحطت برده جنب العارضه وامير عبد الحميد معاه. ده ابراهيم صلاح ردت، اتعمل الثاني جوه ال 18. طلع احمد رفعت اعتقد وحطها جنب العرض، كان احمد رفعت نزل مكان محمد ابراهيم، واحمد جعفر نزل مكان حسام باول. هنا مصطفى فتحي وبرده تسديده بيمينه لكن بلوك ديفنس. بصوا الثلاثه بتوع الانتاج الحربي اللي في القلب قافلين كويس جدا النهارده، جيم كبير للانتاج الحربي ان هو يقدر يكسب نادي الزمالك
اللي لسه كسبان السوبر، وبدأ بقى أمير عبد الحميد شوية يهدي اللعب. رجع تاني كابتن محمد حلمي وعمل التغيير الثالث في الدقيقة 83، ونزل أحمد توفيق مكان أسامة إبراهيم على أساس إن أسامة إبراهيم تعب وأحمد توفيق ممكن ياخد ناحية اليمين دي ويقدر يشتغل فيها، وعنده سرعات وبيقدر يسدد ويعمل كور عرضية. دي واحدة لأحمد رفعت لكن فوق العارضة. وبعدين في آخر خمس دقايق كابتن شوقي غريب قال لك لا خلاص بقى أقفل، ناقص خمس دقايق أطلع أمد أكري وأنزل فادي نجاح أخليه يتمركز جوه ال 18 عشان يبقى فيه بقى خلاص الماتش بيخلص، وأقفل الماتش تماما على نادي الزمالك. كلها بقى حاجات في الآخر يعني عشوائية، حاجات فردية بعيد عن المرمى. زي ما قلت لكم أداء الزمالك كان فيه استعجال زيادة عن اللزوم، والاستعجال ده عمل شوية هرجلة وعشوائية في الشوط التاني. إن خلاص الزمالك طبعا اللعيبة بتفكر إن هما هيخسروا وعايزين يستغلوا إن هما الأهلي تعادل النهاردة، فده عمل لهم ضغط وتوتر. لكن زي ما قلت لكم الإنتاج الحربي عمل ماتش كبير جدا جدا، اللعيبة كانت مركزة كويس جدا، كابتن شوقي غريب محفظهم كويس النهاردة، قفلوا المساحات على نادي الزمالك واستغلوا الهجمات المرتدة وأخطاء نادي الزمالك، وقدر الإنتاج الحربي يفوز النهاردة على نادي الزمالك 2-1. مبروك للإنتاج الحربي وهارد لك لنادي الزمالك. طيب خلينا نروح لمحمود فتح الله نجم الانتاج الحربي النهارده، وزي ما قلنا خط دفاع نادي الانتاج يعني تألق وقدم مباراه كبيره النهارده امام نادي الزمالك. مبروك يا فتح الله، انا مش عارف اقول لك مبروك ولا، انا عارف ان انت زملكاوي كبير جدا طبعا، ولكن هي الكوره كده. كريم حبيبي عامل ايه؟ الله يخليك يا فتح الله. طبعا الموقف حساس شويه لكن اكيد اكل عيشك، و ببارك طبعا للجهاز واللعيبه. كنا مركزين وعملنا ماتش قوي، انت بتلاعب فريق في الوقت الحالي اعتقد هو الاقوى في مصر، عنده 30 لعيب كلهم على مستوى عالي جدا، الاساسي والاحتياطي، لعيبه جاهزه لسه واخدين السوبر. ببارك لهم طبعا على بطوله السوبر، الف مبروك، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى في بطولات اكثر ان شاء الله. أيوة. فانت بتلاقي فريق يعني بتعمل حسابه لانه فريق قوي، فريق زمالك، فريق بيمر فتره كويسه جدا يعني. احنا كنا مركزين طبعا، فالحمد لله يعني اكيد ربنا كرمنا يعني. من الناحيه الثانيه بقول ان الزمالك لا يعني خساره ثلاث نقط، اتمنى انهم ما ياثروش في مشواره ويكمل مشوار الدوري ويحسم الدوري ان شاء الله في الزمالك ان شاء الله، اتمنى كده. فتح الله النهارده كنتوا يعني قافلين كويس قوي على الزمالك، زي ما تقول كده انتوا حافظين الزمالك، قفلتوا المساحات كلها على الزمالك، كان الزمالك بدا يعتمد على التسديد من خارج ال 18 كور العرضيه، ولكن كان في تركيز من دفاع الانتاج الحربي. وانا قلت كلمه كده في الاول، الزمالك عاش زياده عن اللزوم في افراح الفوز على الاهلي في السوبر لغايه لسه اول امبارح بيحتفل وبرامج والكلام ده، لكن انتوا كلاعيبه الانتاج كنتوا مركزين قوي، قفلتوا على نفسكم بعد الخساره من النادي المصري وركزتوا قوي في الماتش، فعشان كده ربنا كرمكم اعتقد يعني. بص يا كريم، طبعا كلامك كله مظبوط. احنا بعد خساره المصري وطلعنا من الكاس ركزنا اكتر، حسينا خلاص ان احنا ما عندناش الا الدوري بس، وعاملين دور اول سيء جدا. ايوه. فلازم نلحق نفسينا يعني، فمش عايز يعني انسى مجهود اللعيبه والجهاز، اكيد اجتهدنا وركزنا وتعبنا الفتره اللي فاتت وقفلنا على نفسنا بشكل كويس. أيوة. الزمالك على النقيض بقى كريم، يعني السوبر طبعا بطوله مهمه وكسبها يمكن اثر عليه شويه، تركيزه قل اكيد طبعا بعد ماتش السوبر والاهلي، كان جو الاحتفال هو اللي كان بيسود النادي شويه. لكن بقى على الحاجات الفنيه في الملعب يعني تركيزنا، الزمالك يمكن اتفاجئ يا كريم ان هو متاخر بهدفين على عكس ما كانوش يتوقعوا البدايه دي، فيمكن لعبوا شويه قلب شويه استعجال وعشوائي شويه. ايوه. فيمكن ده ساعدنا بشكل كبير يعني. بعد ما الزمالك جاب هدف حسام باولو اللي في نهايه الشوط الاول، حسيت ان الزمالك ممكن يرجع للماتش وبدات تقلقوا اكتر يا فتح الله؟ حسينا بكده، لان النتيجه اتراجعت وهم اتحمسوا اكتر، لعبتنا في لعيبه كريم صغيرين في السن يعني، لعبه كل لعيبتنا النهارده عملت مجهود كويس جدا، لكن برضه في لعيبه صغيره في السن خبرتها قليله.
فلما الزمالك يرجع للماتش اكيد بتبقى فيه خوف ان هو يبقى موفق الفتره الجايه ويتعادل ويدخل في الماتش. قابلها الحمد لله ركزنا والشوط الاول طلع 2-1 وده كان في صالحنا ان هو يطلع 2-1. قدرنا بين الاثنين نتكلم وكابتن نتكلم واللعيبه اتكلمت. كابتن شوقي قوي الزمالك كابتن شوقي بين الشوطين قال لكم ايه والزمالك وانتوا يعني 2-1 على الزمالك؟ لا قال كابتن شوقي قال للعيبه صدقوا نفسكم يعني صدقوا نفسكم ان انتوا متقدمين يعني الزمالك الزمالك هيفتح خطوطه هيهاجم بشكل مكثف جدا عشان يتعادل فممكن يحصل فيه ثغرات ورا ولو استغلناها ممكن نموت الماتش يعني. ايوه بس لازم نكون جامدين ورا ما نستقبلش جول لان لو استقبلنا جول والزمالك تعادل بدري هنقابل صعوبات لان الزمالك عنده لعيبه مهاريه عنده لعيبه طوال باولو وجعفر عنده لعيبه مهاريه محمد ابراهيم ومصطفى فتحي فهنقابل صعوبات فقال لي لازم اول ربع ساعه تعادلين ان احنا نفضل كده متماسكين يعني وده اللي حصل يعني. برايك ايه في المنافسه على الدوري دلوقتي؟ الاهلي تعادل النهارده، الزمالك اتغلب، الفرق بقى 12 نقطه بين الاهلي والزمالك، لسه الزمالك عنده ماتشين مؤجلين، شايف المنافسه والمقصه موجود طبعا في اللعبه يعني. اتمنى يا كريم اتمنى كزملكاوي وانت زملكاوي اتمنى ان الزمالك نادي الزمالك ينسى ماتش السوبر وينسى هزيمه النهارده والماتش الجاي ماتشات كؤوس يلموا نفسهم عندهم لعيبه بتحب النادي ولعيبه كبيره في الفريق شيكابالا ابراهيم صلاح محمد ابراهيم لعيبه كتير يعني كبار ولعيبه بتحب النادي وبتحب الكيان يلموا نفسهم الفتره الجايه لان السوبر بقى في التاريخ خلاص. ماتش الانتاج 3 بونت ضاعوا مش مشكله يعني لسه الاهلي هيخسر كتير الزمالك هيخسر كتير او هيتعادل او ده برضه هيتعادل يلموا نفسهم والماتشات الجايه مهمه جدا ياخدوها ماتش وماتشات كؤوس الفتره الجايه كلها ان شاء الله واتمنى ان الدوري اتمنى يبقى زملكاوي ان شاء الله. طيب يعني فتح الله سمعنا ان احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك نزل ليك ودخل اوضه غرفه ملابس فريق الانتاج الحربي بعد المباراه قال لكم ايه؟ لقطه محترمه منه يا جرير حاجه محترمه انه في قمه الشده بتاعته فريقه مغلوب ومهزوم وبيدخل لفريق الانتاج وبيحييه وبيحيي الجهاز وبيحيي اللعيبه دي حاجه طبعا تستاهل الشكر طبعا لاحمد مرتضى فبنشكره عليها جدا يعني حاجه ما لهاش الا الناس الكبيره يعني. النهارده قريت خبر ان انت المحكمه الرياضيه الدوليه حكمت وبعتت خطاب للاتحاد المصري ان انت تستحق مستحقاتك ال 6.5 مليون. اتبعت للاتحاد اتبعت لنا الجواب ده يا كريم وهيتبعت للزمالك ان خلاص القضيه اتقفلت خلاص ان مستحقاتي دي خلاص بقت من حقي وان انا اخدها يعني. طب مش احنا كنا بنتكلم كنا بنتكلم في ان احنا نحل الموضوع بشكل ودي مع الزمالك؟ انا كريم عشان انا صاحب المشكله فهيبقى كلامي يعني المصداقيه مش فيه يعني انت كريم انت عارف موقفي من الاول ان انا حابب الحلول الوديه وبرحب بيها دايما وحاولت كتير جدا حل ودي وانا علاقتي بالناس كويسه بالاداره كويسه والجمهور كويسه وبالنادي ده يعني النادي ده خيره عليا وفضله كبير عليا وعلى دماغي من فوق وعشان كده حاولت كتير ودي لكن النادي برضه معذور الاداره اكيد كان عندها اولويات مفيش مشكله خالص لكن الموضوع في الاخر كريم انت بتسعى بقدر الامكان على رزق اولادك لان لعيب الكوره لو يبطل مالوش شغلانه ثانيه فده رزق اولادك فلازم تحارب فيه باحترام ومراعاه لناديك نادي الزمالك وكيان وجمهور فانت بتطلب حقك بمنتهى الاحترام فده اللي انا عملته يعني كنت بطلب حقي باحترام النهارده المحكمه بعتت جواب للاتحاد الكوره وبعتت لي وبلغوا الزمالك ان انا خلاص مستحقاتي دي خلاص بقت يعني لازم اخدها والقضيه اعتقد هتتقفل يعني طيب هل وانت هل وانت دلوقتي معاك حكم المحكمه الرياضيه الدوليه عندك نيه برضو ان انت تقعد مع مجلس اداره نادي الزمالك او مع المستشار مرتضى منصور وتحل برضه بشكل ودي يا فتح الله ولا موضوع خلاص قرار المحكمه يعني بيلزم نادي الزمالك وانت ما عندكش نيه للحل الودي؟ لا كريم نادي الزمالك له حقوق علينا و فبالحق نادي الزمالك وجمهور عليا ان انا بفتح الحلول الوديه وباب الحل الودي فاتحه دايما حتى لو كان قرار دلوقتي في الزام الزمالك يدفع لي فلوس لا انا الحلول الوديه بابها مفتوح دايما عندي لان زي ما قلت لك جارين الزمالك خيره عليا فانا عمري ما اقفل باب الحل الودي ابدا مستحيل كويس
يعني ان شاء الله الامور تبقى حاجه يعني تتحل بشكل كويس الفتره بما يتناسب معاكم مع نادي الزمالك يا فتح الله. هل حد كلمك من نادي الزمالك؟ عشان غريب والله في اي وقت وانت عارف كده. انا عارف حد، لا لا ما حدش تواصل معايا ولا حدش كلمني. تمام. والفتره اللي فاتت برضه ما حدش كلمني ولا حد حاول يحل معايا الموضوع. تمام. يعني بقول لك مبروك النهارده على مستواك ومبروك للانتاج الحربي الفوز، رغم ان انا عارف ان انت من جواك برضو في حته زعلان منها شويه عشان الزمالك خسر النهارده، بس أكيد طبعا أكيد اكل العيش والكوره ان شاء الله كل التوفيق الفتره الجايه للانتاج يمشي كويس ان شاء الله، وكل التوفيق الفتره الجايه للزمالك ان هو يرجع في المنافسه قوه على الدوري العام ان شاء الله. بشكرك محمود فتح الله طبعا نجم كبير ونجم الزمالك السابق ونجم الانتاج الحربي الحالي. خليني كده اقول لكم يعني تصريحات المدربين بعد مباراه الزمالك والانتاج الحربي. دي تصريحات الاهلي، خلينا نشوف تصريحات الزمالك. اسامه ابراهيم تعرض لشد في العضله الخلفيه وممكن ما يلحقش مباراه الزمالك والاولمبي اللي هي بعد بكره على طول في الكاس. كابتن محمد حلمي قال لعنة السوبر تسببت في هزيمة الزمالك من الانتاج الحربي، ودي حقيقة، بس طبعا زي ما قلت لكم انا بقى ان يعني كان في مبالغة شوية في الفرحة، او مش مبالغة في الفرحة نفسها، مبالغة في استمرار الفرحة لأيام كتير قبل مباراة الانتاج الحربي. فكابتن حلمي قال نفس الكلام ده، قال خسرنا مباراة كانت في متناولنا كنا نقدر يعني نكسبها، والأخطاء الفردية هي سبب الهزيمة بجانب الفرص اللي ضاعت من الفريق. وأكد كابتن محمد حلمي لعنة السوبر وراء الهزيمة من الزمالك. ده بالنسبة لكابتن محمد حلمي. بالنسبة للكابتن شوقي غريب، كابتن شوقي غريب قال إن مباراة بثلاث نقاط، وأنا سعيد جدا، يعني كابتن شوقي سعيد جدا إن هو كسب فريق بطل بحجم نادي الزمالك، بيقول إن دي حاجة كويسة جدا وبتضيف لفرقته الإنتاج الحربي. بيقول المباراة كانت تكتيكية جدا، والتشكيل حصل فيه خمس تغييرات للكابتن شوقي غريب، بيقول استفدنا من فترة الإعداد بشكل كويس جدا، مباراة كانت سجال وكانت ضغط بتاع نادي الزمالك عبارة عن كرات طويلة، وبيقول إن الزمالك ما انفردش ولا كورة، كلها كانت كور عرضية. وبيقول كابتن شوقي اللي أنا اللي هو سعيد برضه جدا إن هو لاعب لعيبة صغيرين زي شريف علي حافظ وبعض اللعيبة، وبيقول المباراة كانت عصبية بسبب تعادل كمان الأهلي ورغبة الزمالك في تعويض فارق النقاط، ولكن هزيمة الزمالك ما تقللش من الزمالك او من جهازه او ادارته او اللاعبين. يعني كلام كويس جدا كابتن شوقي قاله بعد المباراه، وشكر كابتن شوقي غريب لعيبه الانتاج الحربي على المجهود الكبير اللي بذلوه في مباراه الزمالك. ده يعني ملخص اللي حصل النهارده ما بين الزمالك والانتاج الحربي.